ويكند. باش نحكي اليوم في يس ويكند على قصة جديدة من قصص النجاح. قصة بطلها شخص جعل من النجاح والتميز فلسفته في الحياة. تحدى ظروفه الصعيبة وتمكن بالإصرار والعزيمة من نحت اسمه في قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم على مر التاريخ. بطل قصتنا اليوم هو مفخرة الأمة العربية والإسلامية، العالم والباحث المصري الدكتور فاروق الباز. ولد فاروق الباز في 1 جانفي 1938 في محافظة الدقهلية بمصر في عائلة فقيرة تضم 12 فرد. الوالد كان يشغل خطة مدرس بالأزهر والأم ربة بيت. عاش فاروق الباز طفولة قاسية بسبب عدم قدرة عائلته على تلبية أبسط حاجيات العيش الكريم، لكن هذا ما منعوش من التميز على بقية أقرانه. كان الأول بامتياز طيلة مرحلة دراسته الابتدائية، أدمن المطالعة وقراءة الكتب ولاحت عليه منذ صغر سنه علامات الذكاء والنبوغ. بدأت مرحلة الدراسة الثانوية وأبدأ فاروق الباز تعلق كبير بمادة علم الأحياء وتميز غير مسبوق في عمليات التشريح التجريبية اللي كانت تتم في إطار نفس المادة، حتى أنه واحد من الأساتذة في يوم قال له لقد خلقت لتكون جراحا، جملة علقت بذهن فاروق الباز وخلاته يحلم باش يكون جراح ويقضي جل أوقاته في مطالعة قراءة الكتب والمقالات العلمية اللي تتناول كل الجزئيات اللي ليها علاقة بمهنة الجراحة. في امتحان ختم المرحلة الثانوية كانت الصدمة الأولى بالنسبة لفاروق الباز اللي بالرغم من نجاحه إلا أنه نتائجه ما كانش تخوله دخول كلية الطب، وقع توجيهه دراسة طب الأسنان. خيبة الأمل كانت كبيرة وشعور فاروق الباز بمرارة كبيرة بعد اضطراره للتخلي على حلم الجراحة، لكن الأمور ما وقفتش عند هالحد واضطر فاروق الباز للتخلي حتى على دراسة طب الأسنان بحكم بعد الجامعة على مقر إقامته وعدم قدرة عائلته على التكفل بمصاريف التنقل والكراء. صدمة ثانية كانت بمثابة الضربة القاضية، وفي لحظة انهارت أحلام فاروق الباز في دخول عالم الطب، لكنه قرر عدم الاستسلام وقدم مطلب في إعادة توجيه. تذكر المتعة الكبيرة اللي كان يلقاها في كل مرة كان يتواجد فيها وسط الطبيعة بحكم عايشه في منطقة ريفية، وقرر باش يدرس في ميدان ليه علاقة بميولاته، وكان الاختيار على كلية العلوم قسم جيولوجيا. نجح فاروق الباز بامتياز في دراسته الجامعية، وكان واحد من 5 تلامذة قررت الجامعة إرسالهم للولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادة الماجستير. في وقت قياسي تمكن فاروق الباز من الحصول على شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه. قرر وقتها العودة لمصر، وكان يحمل معاه حلم إنشاء أول معهد عالي للجيولوجيا في إفريقيا، ولكن مشروعه ترفض، وكان أقصى عرض قدمته له الحكومة المصرية هو التدريس في معهد ثانوي في واحدة من المناطق النائية بالريف المصري. كانت صدمة أخرى فاروق الباز اللي بعد مشوار طويل من التألق والنجاح لقى كل الأبواب مغلقة في بلاده. قرر وقتها الهجرة من جديد لأمريكا، وين عانى الفترة من بطالة بسبب تغلغل الأفكار العنصرية في عقول الأمريكيين، لكن إصراره على النجاح كان كبير وقام بإرسال أكثر من 1000 طلب شغل للشركات الأمريكية، حتى اليوم اللي تلقى فيه فاروق الباز رسالة تعلمه بقبول ترشحه للعمل في وكالة الفضاء الأمريكية نازا، وكان المرعى رجل حاسم في حياة الدكتور فاروق الباز. بدأ فاروق الباز العمل في وكالة نازا. كفاءته واجتهاده في العمل خلاوه يشغل في وقت قصير منصب رئيس أبحاث تجارب المراقبات الأرضية في فترة كان فيها الهاجس الأول لوكالة نازا هو كيفية الوصول لسطح القمر، لكن المعلومات المتوفرة ما كانتش كافية لدرجة تسمح بخوض المغامرة. وقتها قرر فاروق الباز إعادة دراسة كل البحوث السابقة المتعلقة بكوكب القمر، وقام تفحص أكثر من 4500 صورة وتمكن باش يتوصل لنتيجة أذهلت العالم، وهي قائمة في أنسب 16 موقع يمكن على سطحها إنزال أي مركبة فضائية دون التعرض للخطر. اكتشاف خلى كبير علماء نازا يقول اكتشفنا الآن أننا كنا لا نعرف شيئا عن القمر. خلى الباز تاريخ نازا من باب الكبير، وقع تكليفه بمهمة اختيار موقع الهبوط الأنسب وتدريب طاقم رواد الفضاء في أول رحلة لهبوط الإنسان على سطح القمر. ونجح فاروق الباز في مهمته بعد لقام تدريب نيل أرمسترونغ أول رائد فضاء ينزل على سطح القمر، واللي اعترافا منه بالجميل بعث برسالة شكر إلى الأرض عبر طريق الأجهزة اللاسلكية. قال فيها الفاروق الباز شكرا أيها المعلم، شكرا أيها الملك،
لولاك لما نجحنا في غزو القمر. وبعد نجاح مركبة أبولو في مهمتها استع نجم فاروق الباز وأصبح واحد من أهم العلماء في تاريخ البشرية. تعدت الإنجازات والاكتشافات العلمية وتحصل فاروق الباز على عدة جوائز دولية وأوسمة من أبرز القيادات والرؤساء في العالم. واليوم يتم في كل عام منح جائزة فاروق الباز للأبحاث من طرف الجمعية الجيولوجية في أمريكا ووكالة ناسا لأحسن وأفضل العلماء والباحثين في العالم. اليوم فاروق الباز هو رمز من رموز وكالة ناسا، قام بإلقاء محاضرات في أكثر من 100 دولة عبر العالم، ورجع مؤخرا لمصر وقدم مشروع يشمل كل الميادين، وعد بنقل مصر لمصاف الدول الكبرى في ظرف أقل من 15 عام. كانت هذه قصة الدكتور فاروق الباز، قصة الطفل الفقير اللي رفع شعار النجاح والتميز، تكيف مع واقعه، تجاوز كل العراقيل، وتمكن بفضل إصراره وعزيمته وتقديسه للعلم من إنجاح أول رحلة هبوط الإنسان على سطح القمر، في تجربة صنعت العالم تاريخ جديد، فتحت الإنسانية أبعاد وأفاق جديدة، وخلت أحلامنا ما تعرفش حدود. وفات هكا قصة فاروق الباز، قصة تخلينا نفخر بانتماء مثل هالشخصية لعالمنا العربي الإسلامي، تخلينا زادا نأمنوا قدراتنا على النجاح والتميز، وديما ننجزوا نحلموا ونقولوا يس وي كان. يس وي كان.